السلام عليكم ورحمة الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم معي في فيديو جديد. اليوم إن شاء الله أخوتي أخواتي غادي نتقاسم معكم الطريقة المعتمدة عندي في تحضير الطحال معمر بحشوة بنينة بزاف وجد اقتصادية. إن شاء الله ينال إعجابكم وتجربوه حتى نتوما بالصحة والراحة، وما نطولش عليكم، خليكم مع المقادير وطريقة التحضير. بسم الله على بركة الله. كنحتاج هنايا الطحال ديال البقري، هذا الوزن ديالو كيلو. مهم كنشدو كنحيد ليه هاد، كنقيه. راه كتكون فيه هاد القشره هادي اللي كتشوفوا معايا رقيقه، كتكون لاصقه فيها الشحمه. مهم ضروري خصنا نبقاو معاها غير بشويه هكا باش ما تقوش ونحيدوها. راه كتجر غير بشويه بشويه هكا، تبقاو معاها حتى كتجر كلها. ومن الاحسن الطيحان خذو ديال العجل، ما تاخذوش ديال البقره هكا. ديال البقره كيشد الطياب، ديال العجل كيطيب يعني دغيا في ساعه ونص هكا، في ساعتين. المهم انا راه خدا ليا هذا تقريبا واحد ساعتين اللي خدا ليا في الفران ديال الغاز. المهم كما قلت لكم كنبقى بشويه بشويه هكا حتى كنحيد هذيك الجلده الرقيقه هكا. راه كتسلخ بكل سهوله غير بشويه. صافي هنا ودزت للجهه التحتانيه حتى هي غادي نحيدها هذا الشكل هذا كما كتشوفوا معايا. قلت لكم غير بشويه هكا باش ما تقوش. صافي هنا راه نقيته كامل. هنا كما شفتوا معايا راه مول الدار جابوه هكا، فيه شي ثقوب من عند الجزار، والطيحان ما خاش نهائيا يدخل ليه الماء لداخل. المهم اضطريت انني غير نمسحو، اصلا انا حيت ليه ديك الجلده يعني راه نقي ما فيه حتى شي حاجه، غير مسحته هكا بهاد السربيته نقيه، درت فيها شويه ديال الماء وعصرتها صافي ومسحته. المهم هذا راه تبارك الله، واخا ديال العجل راه كبير، راه فيه 50 سنتيم. المهم الوزن ديالو كيلو. صافي وخديت هكايا الموس. المهم نتوما من الاحسن كنصيحه الى جدو ديال الغنمي صغير ماشي مشكل تخدموا روسكم هكا تفتحوه، ولكن الا كان كبير ديال البقري من الاحسن الجزار هو اللي يحلو لكم. انا الصراحه انا حيت جابوا ليا يعني راجلي ما قال الجزار لا حلو لا والو، صافي اضطريت انا اللي خصني نفتحو. المهم بقيت معاه غير بشويه بشويه يعني داك الشيء العرف ديالي هكا حتى المهم حتى حليته كامل وصافي، غير بشويه باش حاولوا باش ما تقوش. مازال انا في خوكيك راه تقبل ليا واحد شويه. صافي دابا غادي نخليه في الثلاجه على جنب غير لتحت هكا وندوزو نوجدو الحشوه. هنا عندي 450 غرام ديال الكفته ديال الدجاج، عندي هنايا نص كيلو 500 غرام ديال الكبده ديال الدجاج اللي سلقتها جوج ديال المرات. المره الاولى غير في الماء طلعت فيها الغليه صفيتها، والمره الثانيه درت الماء في الكاسرول حتى غلى، وزدت عليه ورقه سيدنا موسى، الثومه، طريف ديال الحامض، ودرتها درت الكبده طلعت الغليه صافي وصفيتها. هنا عندي تقريبا واحد نص كيلو ديال البصله اللي درتها مع زويته، وشويه ديال الزويته بلديه شحرتها مع شويه ديال مع ورقه ديال سيدنا موسى، 3 معالق كبار ديال القزبر والمعدنوس. هنا عندي 5 دروس ديال الثومه محكوكين مع واحد ربع حامضه مصيره محيد ليها العظم ومقطعه بالقشره ديالها لانه حامض بلدي. بالنسبه للتوابل عندي الملح حسب الذوق، عندي 2 معالق كبار ديال التحميره او البابريكا، ملعقه صغيره ممسوحه من السودانيه، واحد ملعقه صغيره ديال الكمون البلدي مطحون، وواحد ملعقه ونص كبيره ديال القزبر يابس حبوب مطحون، واحد ملعقه صغيره ممسوحه ديال المروزيه، وما تنساوش واحد 4 معالق ديال البزار. انا راني نسيت ولكن ضفتها في الاخر. هنا ضفت واحد 4 كاس ديال زيت الزيتون. صافي دابا غادي نخلط. درت انا المهم ديروا ليكا ولا ديروا هكا بحالي انايا، وخدموا مزيان هاد الحشوه هادي حتى كتنسجم كلها مع بعضياتها. صافي درت هنايا السلوفان. صافي وغادي نخليها ترتاح على الاقل واحد الساعه هكا، الا عندكم الوقت خليوها ليله كامله هكا في هاد الشرمولة. صافي هنا مني دازت ساعة، المهم درت أنا هاد اللاطة هادي، فرشت ليها البابي ألمنيوم والورق ديال الزبدة، وعاد باش درت الطيحان هكا الفوق. صافي كناخد هكايا الحشوة وكندير هكا بحال شكل القيمة هكا، وكنبقى نعمر غير بشوية بشوية هكا وكندفع بيدي. ولكن انا راه من بعد راه ما تحلش ليا كامل، غادي نعاود ندير فتحه واحده اخرى الوسط هكا باش ندوز للجهه الاخرى.
لانه ما عمرش ليا كله، لان كما قلت لكم فيه 50 سنتيم، ما تبارك الله دير طويل بزاف. المهم هنا كنمشو معايا، عاود درت فتحه هنايا، ولكن ماشي مشكل، كنجمعو هكا بالكيردون، ما كاين حتى شي مشكل، ما كيوقع والو، عادي جدا. ديت هكا بالكيردو، ممكن تخيطو اللي بغيتو، ولكن انا كنفضل هكا الكيردو حتى هاد العويدات هكا احسن، ما كيتحلو ما والو، غير عرفو كيفاش تجمعو مزيان. صافي هنا تما واحد التقيبه تقبات ليا، انا غادي نجمع هكا بالكيردو كما قلت لكم. من الاحسن اذا ما كتعرفوش من الاحسن الجزار هو اللي قادو لكم، هكا جيبوه وانتم مرتاحين، لحقاش حتى داك الفتيح الا جاتو طيحه كبير كياخذ الوقت. صافي هنايا دهنت بزيت الزيتون، دهنته من التحت حتى قبل ما نحطو، درت زيت الزيتون على الورق ديال الزبده، ودهنت ليه الوجه ديالو بزيت الزيتون. وضروري ما نتقبوه هكايا باش ما يطرطقش لينا في الفران، نتقبوه من الفوق ومن التحت. صافي هنايا غادي نكمدو مزيان، ضروري غادي نزمت عليه هكا بحال كيطيب في الكوكوط، كنزمت عليه مزيان، منخليش ليه شي بلاصه منين يتنفس كما كتشوفوا معايا. صافي هنا وغادي نعاود ثاني ندير ليه، المره الاولى درت الورق ديال الزبده، ودابا غندير ليه البابي الومنيوم هكا، وغادي نجمع مزيان كما قلت لكم، ضروري تزمتو حيت ما درنا لا ما لا حتى شي حاجه. المهم بالنسبه للفران، عندي فران ديال الغاز، الفران راه كيسخن، خاصو يكون سخون على الاقل واحد 10 دقائق قبل، كندخلو في الرف الوسطاني، النار غير من التحت، النار متوسطه، ما نجهدوش عليه. انا خدا ليا في الفران ساعه ونص اللي خدا ليا، وكيبقى على حسب كل وحده والفران ديالها. المهم ملي دازت، ملي دوز الساعه عاد حلو قلبوه، انا دازت الساعه حليت قلبت عليه لقيتو باقي شي شويه شاد، صافي زدتو الساعه. صافي ملي كملت ليا ديك ساعه ونص خرجتو من الفران، عريت عليه وعاودت رجعتو للفران، دخلتو النار على الوجه ديالو غير تحمر واحد شويه صافي، وخرجتو وما تقطعوه حتى يبرد. انا خليته غير نص ساعه لان كنت مزروبه عليه، نتوما اللي عندكم الوقت خليوه باش تجيكم التقطيعه مقاده وزوينه ومجموعه جامعه راسها، اما الا قطعتوه وهو سخون كيجي شويه كيتفرتت. وحاولوا ما تطيبوهش اكثر من القياس باش الحشوه ما تنشفش ليكم. صافي وهنا قدمته معكم كما كتشوفوا بهذا الشكل هذا. وهنا راني درت ليه غير شويه ديال لاصوص، ديك العصاره اللي كيطلق لينا طيحال، وممكن تقدموا معاه حتى الخضره، يعني رافقوه باش ما بغيتو. وكنتمنى الفيديو ينال اعجابكم، كنقول لكم مع فيديو جديد.